فاطمة زهرة الرش، العمر 33 سنة، من ولاية الأغواط، ماستر انفورماتيك، مؤسسة مدرسة دلتا برو. أنا قريت انفورماتيك بوندون 5 عام، درت الماستر تاعي، ومن بعد قعدت في الدار فاني بوندون 5 عام، ومن بعد فتحت المشروع تاع مدرسة دلتا برو. عندي لي دو ماستر، قعدت في الدار 5 عام، سي نورمال. ديت الماستر تاع لا كويزين، تاع كاع كلش. في 2018 كي فتحت ليكول كنت تقريبا وحدي، كنت ندير كامل ليطاج، كنت نشد السكرتير، نشد مديرة، فام دو ميناج، ماركتينغ، فينونس، كاع واش حبيتو كنت كامل نديرهم مع بعض. عندنا في الأقوات نقولوا مصعب الشيء ما بداه، ما كانش عندي التلاميذ بزاف. واش كنت ندير؟ نجيب كاع لي زونفون دو لا فامي في لا فواتور نركبهم، ايا روحوا تقراو. وكانوا برك كلكو فوازان لي جاوني، باسكو بديت من الزيرو بيان سور، ما كانش عندي ريبوتاسيون، الناس ما تعرفنيش، ما تعرفش هذه الاستاذه واش تكون، هذه واش راها دير، واش راها حابه تعمل. بدينا في ان ابارتمون صغير وين كانت اف 5، شريت 20 طابله، شريت طابله 20 كرسي، توسكو جافي كلكو تابلو، مي كانوا لي زيدي كبار الحمد لله. في الكوفيد 19 خرجنا من هذاك لابارتمون باسكو خالد ما توفرت لناش الظروف باه نقعدوا فيه. عطاني الوالد لوكال، لقينا فيه هذاك الوقت، لاني الماتيريال في هذاك الوقت ما لقيتش وين نحطو، حطيته عند الوالد. اون اتوندو عاودوا يفتحوا لي زيكول، هذاك الوقت كلش مغلوق. دونك استنينا حتى لا فان 2020 تقريبا بدينا الخدمه، قدرت نحقق الاحلام تاعي لاني لقيت فيها واش كنت نحوس. كنت حابه حاجه اللي نقروا بها، نقروا المات والفيزياء بطرق تطبيقيه. الروبوتيك قدرت توفرنا هذا الشيء، لان الروبوتيك هي تشمل ثلاث مجالات اللي هي الالكترونيك، لا بروغراماسيون، والميكانيك. بدا المشروع يكبر وبدات لا فيزيون تاعنا ثاني تتبدل، والاحلام تزيد تكبر والطموحات تزيد تكبر. دونك لقيت بلي هذاك لوكال اللي كنت فيه مش راح يساعدني، دونك جيت لهذايا اللوكال التالي اللي رانا فيه، وهنايا اللي بديت نذوق في طعم النجاح الحمد لله. اللي بداو عندي لي زيلاف يدخلوا يخرجوا، وليت نحسها صح ايكول، باسكو افون كان نوان. من 2018 اللي كنت وحدي مع مساعده ممكن احيانا، اصبحت الان الحمد لله في 30 واحد ضمن فريق العمل. مثلا اساتذه تاع الروبوتيك، يعني النجاح اللي رانا محقينه يرجع ليهم اكثر مني انا، لاني انا جوجير صح سي فري، مي الخدمه صح والتدريب هي عليهم. الحياه ماهيش دائما ورديه، وتمشي الرياح وبما لا تشتهي السفن، ماهيش دائما التطلعات تاعنا ولا واش كنا نحلموا راح نلقاوها في اول مراحل تاع بدايه اي مشروع. لازم الانسان يامن بالفكره تاعو، يامن بالمشروع تاعو، ويحب المشروع تاعو. اذا طحت خطره لازم تنوض بسرعه، زوج خطرات وما تستناش الناس تجي تنوضك، لازم تنوض ودير القوه باه تكمل، باه تنجح في المشروع تاعك.